قد جاءوا فبدوا كالنهر المنسال جاءوا للحفل على شوق فاجزهم الجنة يا باري فاجزهم الجنة يا باري أسعد يا ربي والدتي كم سهرات من أجل ليالي ومعلمة كانت فينا تسمو بعظيم الأفعال تسمو بعظيم الأفعال. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بألف خير ان شاء الله. اليوم غادي نبداو الحلوه ديال العيد ان شاء الله حبايبي. غادي ندير معكم ثلاثه ديال الاشكال، بنص كيلو ديال اللوز ونص كيلو ديال الدقيق، ولكن كل نوع ديال الكاطو غادي نحطوه فيديو بوحديته على حسب البنات اللي كيكونوا كيقلبوا على شي حاجه كتدخل كتقلب. ما غاديش ندير لهم ثلاثه فيديو واحد، يعني غادي نبدا ان شاء الله هذا النهار بشري بلات، يعني كاين اللي كيقول لهم بليغات غادي ندير لكم، والفيديو اللي موراه عاوتاني شكل اخر، الفيديو اللي موراه غيكون شكل اخر. يلا حبيبي خليكم معايا تشوفوا المقادير والطريقه بالتفصيل ان شاء الله. اول حاجه كنبداو بها هي كنسلقوا اللوز وكننقيوه. دابا البنات غادي نخلي اللوز حتى كينشف، غادي نسرحو على شي منيد اللي يكون نقي ونخليه حتى ينشف، وغادي نطحنو مع السكر تيتطحن مزيان ويولي رطب، وعاد ملي نرجع معكم. هانتوما البنات طحنتو مزيان، يعني راكم عارفين بحال العقده، يعني العقده ديال اللوز بحال اللي كنديرو ديال كعب غزال. هانتوما كيف كتشوفوا، يعني نقدو نشكلوه كيف ما بغينا، كويرات او حريبلات طوالي. درت عليه معلقه كبيره ديال القرفه، والبنات انا درت له سكر البني، يعني راه ملي غنخلط غادي يعطي لون بني، لان درت فيه السكر البني. وانتم ديروا اي نوع ديال السكر اللي كيعجبكم. هنا كيف كتشوفوا البنات عندي نص كيلو ديال الدقيق، يعني ديال الفرينه، كاين اللي كيقولوا الفرص، المهم داك الدقيق الابيض عندي نص كيلو. غنضيف عليها جوج المعالق ديال السكر كلاصي، كاين اللي كيقول له سكر ثقيل وسكر كلاصي، صافي يعني سكر ثقيل ولا سكر كلاصي، هادو هما جوج الاسماء اللي كنعرفهم انايا. غادي نشد دوك جوج معالق كبار، غادي نغرب لهم حتى هما مزيان ونخلطهم مع الدقيق. غادي نضيف جوج المعالق كبار البنات عامرين ديال الزبده تكون بحراره المطبخ، يعني ما غاديش نذوبها. وغادي نبدا نخلط مزيان حتى ترمل داك الدقيق مع الزبده، يعني حتى نولي نحس به بانه مخلط مزيان مع الزبده. وإلا شفتوه البنات، لأن كل دقيق وكيفاش كيكون، إلا شفتوه ما بقاش كيتجمع لكم هكذايا عرفوا مازال ناقصه الزبده، تقدو تزيدوه. المهم خاصو يكون بحال العجينه ديال الصابلي، يكون شبعان زبده. صافي دابا البنات غادي نجمع العجينه، غادي نجمعها بماء الزهر، انا ما كنديرش الماء، كندير غير ماء الزهر. غادي نجمع العجينه ديالي كامله مزيان، ما خصهاش تكون جاريه بزاف البنات، خصها تكون بالعكس قاصحه باش كنعجنوها شويش بحال ديال نفس العجينه ديال الكعبه، يعني كعب غزال. ديوش عليا البنات راني مع الصيام، خصكم صافي غير فطرات عيات. صافي البنات هانتوما كتشوفوا العجينه درتها في الميكه ديالها هكذا باش ترتاح، وهذه ديال اللوز هانتوما شفتوها البنات كيفاش جات بنيه، لان درتها بالسكر
ديال القصب هذاك البني. صافي دابا البنات غادي نبداو ان شاء الله نصوبوا التشكيله ديالنا ديال الحلوى. اول حاجه غادي نبدا بها البنات هو غادي ناخذ واحد جوج كويرات صغارين باش غادي ندير فيهم اللون، غنديرو بالاخضر وواحد غنديرو بالاحمر، ولكم الاختيار في الالوان البنات. يعني كاين هذا عاوتاني اللي فيه المذاق ديال التوت يعني الفريز، ولكن انا غادي نكتفي غير بالالوان الطبيعيه باش تبقى لي ديك الريحه ديال ماء الزهر. صافي البنات غادي نخلط هاد الالوان هادو ونرجع معكم ان شاء الله. هانتوما كيف ما كتشوفوا البنات حصلت على هالجوج اللوينات اللي غادي نستعملهم حتى هما في الشريبلات، وفي نفس الوقت غادي نستعملهم على حسب الديكور حتى هما. هانتوما غتشوفوا كيفاش غادي نستعملهم، ما تاخذوش بزاف البنات غير شويه شويه، لان ما تنساوش عندنا غير نص كيلو ديال الدقيق، يعني نص كيلو ديال الدقيق خصنا ناخذو منه غير شويه شويه باش نخليو، لان غنخرجو منه ثلاثه ديال الاشكال ديال الكاطو. يعني تقريبا غادي نقول لكم في الاخر ملي غادي ندير البلاطويات واش غادي يعطيني جوج البلاطويات او ثلاثه ان شاء الله. دابا البنات غادي ناخذ العجينه اللي بيضاء، غناخذ منها واحد شويه القياس اللي باغيه على حسب الكاطو ماشي بزاف، غادي نسرحها مزيان. ضروري البنات خصكم ديروا لها دقيق لانها كتبقى كتشد شويش، هي ما كتلصقش ولكن كتشد في الدلاك. صافي البنات غنسرحها، هانتوما غنسرحها رقيقه حتى كيبقى السطح العمل كيبان. هانتوما شوفوا البنات رقيقه مزيان، شتو كي كيبان السطح العمل منها، يعني كتولي رقيقه مزيان. غادي نقطع باش تجيني متقادة العجينة. وغادي ناخد اللوز وغنحربلو هكذايا طويل على حسب القياس. الا بغيتو الشريبلات يجيوكم كبار كديرو هاد لي بودان هادو كديرهم كبار، بغيتوهم يجيوكم صغيرين كتصغرو، يعني ديك الساعات الحجم كيبقى اختياري البنات. صافي غادي نبدا دابا كنهز العجينه من حيث انها رقيقه، غنحاول نهزها بالراس ديال السكين كنهزها باش تلصق على هذاك اللوز. وغادي نبدا كنلف العجينه ديالي على اللوز، ما تلويوش بزاف البنات، يلاه دوره واحده هانتوما هك صافي وكتحبسوا. غادي نقطع دابا بالموس هكذا، نحاول نقادوها لهداك كنترسات. غادي نقادها ونضغطو عليها مزيان البنات باش ما تفتحلناش العجينة ملي تكون كطيب في الفران، ضروري خصنا نضغطو عليها باش ما تفتحش. صافي البنات خصنا نقطعو وحنا ميلين يدنا، ما تقطعوش يعني تقطعها تكون نيشان، خص تكون مايله بحال هذا الشكل هكذايا. هانتوما البنات قطعوهم يكونوا متساويين، و الا شفتو راسكم ما تقدوش تقطعوهم متساويين تقدو تهزو طريف بحال هكذا وتعبروا به وتقطعوا. بغيتو ديروا بحالي انا قطعوا هكا عينكم ميزانكم، حتى الا جات وحده كبيره وحده صغيره معليش، يعني شريبلات وحده ديال 28 وحده ديال 38 وحده 39 وديال 40 حتى هي، يعني جميع الانواع وجميع القياسات. هانتوما البنات دابا هاد الليسه هادي غادي نجمعها هانتوما على شكل ديال شربيل نيشان، وغادي نقلدها هنايا من الفوق كندير هاديك القبيبه هكا طالعه، كنبقى نضغط عليها وكندير له داك الرويس القدام ديال البابوش كيفاش كيكون من القدام، يعني باش كتجينا تشكيله داكشي كيفكرنا بالتقاليد ديالنا وكلشي.
البنات مشيت للسوق باش نشري داك النقاش، ما لقيتوش، يعني ممنوع دابا مع هذا الحجر الصحي. غادي ندي باني غير بهادو هادو. مشيت شريت هذاك النتاف، خديته من الفرماسيان لان انا ما كنتفش حجباني، ولكن مشيت كان ما عليا الا انني مشيت شريته من الفرماسيان هذا النهار من الصيدليه باش نقدر نخدم به. وغادي ندي باني شويه بهذا هذا يعني باش نرشم وصافي. ما عندنا ما غادي نديرو، يعني الله يهز علينا هذا الوباء هذا هذا ونوليو ونمشيو للاسواق ونلقاو كل شيء ان شاء الله، لان الاسواق فيهم الا الخضر والفواكه فقط، يعني غير المواد الغذائيه. صافي البنات نكتفي بهم غير هكذايا، يعني جربت هذا هذا حتى هو كيجي شكيل زوين هكذايا، ولكن في الاخر غادي يعجبني الاخر، غادي نستمر بهم كلهم بهذاك البنس. قلت له بدا ربي خير اني لقيته في الصيدليه، حتى هو بعدا قضى لي الغرض، لان داك السوق اللي كنت صورت لكم البنات ديال سوق العرب مشيت له خاوي، يلا الخضر والفواكه فقط، ما كاينش داك الشيء كاع، لا الملابس ولا داك الشيء ديال الحلويات ولا حتى شي حاجه. ها انتم البنات شوف كي كيجي شكيل هكذا زوين، يعني كنرشموهم وصافي. نولي نعاود معكم واحده اخرى البنات، نضغطو عليهم مزيان باش منين يكونوا في الفران ما يتبدل لهم الشكل ديالهم، يبقاو هكذاك. والبنات اللي عندهم النقاش ديال الكعب غزال، انا كان عندي ولكن للاسف الحوايج ديال الدار خصهم ما يتسلفوش، ولكن انا سلفتهم وما رجعوا ليش. صافي البنات غادي نستمر هكذا بهاد الشكيل هكذا ديال اللي بابوش ديالنا الى حتى نكملهم ونرجع معاكم ان شاء الله. دابا خديت البنات اللوين الخضر، حتى هو غادي نديرو نفس الطريقه اللي درت بها الابيض في الاول، غادي ناخذ منه عاوتاني حتى هو كميه، وغادي ندير عاوتاني من اللون الاحمر باش غادي يجوني الشريبلات في البيض وفي الاحمر وفي الخضر، يعني اللوينات ديال المغرب. هانتوما البنات صافي دابا كملتهم كاملين. دابا خديت واحد المرشم كيدير الوريضات وقطعت هذوك الوريدات حتى هما بالالوان اللي عندي وزوقت بيهم هذا المرشم هذا هذا البنات صافي. ودرت فيهم داك الحبات ديال الحلوى اللي كيجيو بحال شكل ديال العقيق، يعني قضيت بالحوايج اللي عندي موجودين في الدار وصافي. دابا البنات غادي ندخلهم غادي نديرهم في الفران يطيبوا بحال شكل ديال كعب غزال، يعني نار تكون مهادنه يعني كما قالوا هادئه، ونشعل عليهم غير من التحت ما نشعلش من الفوق باش ما يتحرقوش، لان خصهم يبقاو محافظين على نفس اللون ديالهم. صافي البنات هانتوما كيف كتشوفوا طابو، ولكن حافظوا على اللون ديالهم، خاص يبقى اللون ما يتحمروش من الفوق، يتحمروا من التحت وطيب العجينه ولكن في نفس الوقت يبقى اللون ديالهم. دابا البنات غادي ندهنهم بالعسل. البنات اللي ما بغاوش يستعملوا العسل تقدروا انكم تستعملوا الناباج، حنا خصنا بغينا غير اللمعان ديالهم. انا درت لهم العسل لان العسل كيتمشى مع المذاق ديال القرفه وديال المزهر. صافي غادي ندهنهم مزيان. اللي بغات تغطسهم في العسل البنات تقدروا انكم تغطسوهم في العسل، غير انا بغيت ندهنهم. صافي غنديرهم في الكويغطات. هانتوما البنات شوف كيف كيجيو،
مازال غادي نزيد لهم نزيد لهم هذاك الملمع، ما عرفتش بالعربية كيفاش، هو كيكون بحال الشكل ديال الصقلي، بحال التل، بحال شي حاجة، كيكون بغيون كنديروه من فوق الحلوة باش كيعطي هذاك، يعني كيعطي هذاك الديكور ديال شريبلات، يعني مزوقين كيبريي وكيشعلوا. خصكم راه مع العية ديال الصيام والنهار كامل، والله اختكم راه مسالي، راه كندير المونتاج غير بالسيف. هانتوما البنات شوفوا كيف كيجيو، يعني تبارك الله ما شاء الله كيجيو روعة، كيجيو عاطين منظر زوين. هذا البنات كان عندي باقي واحد شوية، وهذا في الذهبي، والاخر في الاخضر. غادي نحاول ندير لهم شويه شويه، بالخصوص الابيض ما غاديش ندير له، ما غاديش ندير له يعني الذهبي. والخضر ما غاديش ندير له الخضر، يعني غادي نحاول نقلب الالوان ونقضي بداكشي اللي عندي موجود، حتى يحن الله ويهز علينا هذا البلاء هذا، ونوليو نخرجوا نشريو عاوتاني داك الالوان، ونشريو اشياء واحده اخرى اللي ناقصه بزاف الحوايج. نحاولوا البنات من اي حاجه كانت عندنا في الدار اننا نستغلوها، ونحضروا ونصوبوا الطبيله ديالنا. هو دابا ما عنديش انا اللوز بزاف، يلا نص كيلو اللي استعملت ديال اللوز، هانتوما كيف كتشوفوا البنات رشيتهم رشيشة باش كيجيو عاطين المنظر زوين. شفتوا البنات كيف كيجيو، كيجيو زوينين، كيجيو روعة. هادوك حاولت دهنتهم بداك الذهبي، وهادو درت لهم رشيشة رشيشة. هو يعني في العادة كيكون عندي الألوان زوينة، وكنحاول كل واحد ندير له لون مغاير، ولكن دابا للأسف ما كاينش عندي غير هاد جوج الألوان هما اللي حاضرين. هانتوما البنات شوفوهم كيف كيجي، وكنتمنى أنها تعجبكم هاد الطريقة ديالي. شكرا لكم حبيبي على حسن المتابعة ديالكم، وشكرا لكم على اللايكات ديالكم وعلى كلامكم الجميل. كنتمنى انها تكون اعجبتكم هاد الحلوة هادي، وتستعملوها وديروها وتردوا لي في التعليق ديالكم. شكرا لكم حبيبي، ودمتم بخير، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.